بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام راي الشيخ احب الي من جلد الغلام كل مشروع تريد ان تفتتحه تريد ان تبتدئ به لابد ان يقوم على عده عناصر العنصر الاول عنصر الدراسه لابد ان تدرس اهميه المشروع الظروف الموضوعيه الملائمه لاقامه المشروع اليات المشروع مراحل عمل المشروع نتائج واثار هذا المشروع الدراسه لا بد منها ورد عن النبي صلى الله عليه واله اذا هممت بامر فتدبر عاقبته فان يك خيرا فامضه وان يك شرا فانته عنه العنصر الثاني الا وهو عنصر الإعداد، هل أنك أعددت مواد المشروع؟ هل أنك أعددت مقومات المشروع التي تعتمد عليها أم لا؟ والعنصر الثالث هو عنصر المبادرة، لا يمكن لمشروع أن ينجح دون أن تكون لك إرادة ومبادرة وهمة قعساء. تقهر الظروف وترفع الحواجز حتى تقتحم في المشروع ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام اذا خفت من شيء فقع فيه فان انتظارك له اشد من وقوعك فيه والعنصر الرابع الذي لا بد منه في نجاح المشروع وفي تكامل المشروع ان يكون عندك رصيد من التجربه لا بد ان تقرا تجارب الاخرين لا بد ان تبحث عن القصص والتاريخ الذي مر به هذا المشروع في مجتمعك او مجتمع اخر التجربه هي الرصيد المهم لكمال المشروع ولنجاحه من هنا امير المؤمنين علي عليه السلام يؤكد على اهميه الرصيد، اهميه التجربه، راي الشيخ احب الي من جلد الغلام، انا احتاج الى جلد الغلام لانني احتاج الى روح المبادره، روح الوثوب، ولكنني احتاج قبل ذلك إلى رأي الشيخ، الشيخ هو الذي خاض الحياة واكتسب التجارب وعرف جميع الظروف وعرف جميع العوامل المؤثرة، تجربة الشيخ ورأي الشيخ أحب إلي من مبادرة الغلام، لأن الرأي قبل العمل، المبادرة.. من العناصر المقاربه والملاصقه للعمل ولكن التجربه مرحله اسبق من مرحله العمل راي الشيخ احب الي من جلد الغلام علينا ان نعيش تجارب وان نستفيد من افكار الاخرين وتجاربهم في اي مشروع نريد الدخول فيه زواج وظيفة، دراسة، أي عمل نقوم به نحتاج إلى أن نستند إلى رأي المجربين وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا معاصيه